السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. أنا إن شاء الله نتكلموا على كيفية التعامل مع الأرنبة الأنثى الحامل، يعني العشار. أول حاجة، يعني شحال من واحد جاني في التعاليق يهضروا على الموضوع، يعني كيفاش غادي نتعاملوا، يعني كمبتدئ كيفاش غادي نتعامل مع الأرنبة العشار. أول حاجة هو الأكل. الأكل ضروري أنك، لأن الأرنبة العشار ماشي هي الأرنبة، يعني الأرنب البالغ اللي ما عمرها ما بحال نقولوا مثلا ذكر، أو ما عمرها ما تلقحت، يعني كيكون عندها الكمية ديال الأكل معروفة وهي 100 غرام. لكن ملي كيكونوا الصغار ديالها في البطن ديالها، يعني هي عشار، ضروري أنك تزيد لها في، يعني الدوبل، يعني الكمية ديال الأكل خص ضروري الدوبل، يعني غادي تولي 200 غرام في النهار ماشي 100 غرام. إذن هذا هو أول حاجة، وهذا الكمية هذه راها مناسبة باش ما يمكنش أنها تسمان بزاف، يعني ما خصهاش تسمان بزاف، وما خصهاش قل من هذه الكمية باش ما تجوعش بزاف، وممكن أن يحدث واحد العملية ديال امتصاص ديال الأجنة بطن الأرنبة، لأن الأرنبة غادي تحتاج أنها تأكل. ملي غادي تلقى الماكلة قليلة كتولي كتغدى على الصغار ديالها. نتوما ما غاديش تشوفوهم، يعني المربي ما غاديش يشوف هذوك الصغار بتاتا، وغادي ومثلا الى عندكم بحال هذا الميكه هذه، يعني غادي تقولوا مثلا واحد النهار غادي تلقاوهم، يعني هي رامياهم. لا، ما غاديش تلقاوها رامياهم، انما غادي تلقاو باللي ما كاينش الاثار ديالهم. وسموقع لان عمليه التجويع اللي درتيها الانثى الحامل جعلت ان يكون هناك امتصاص للاجنه، يعني امتصاص داخلي. هذه راه معلومه حصريه، حاولوا انكم تفاداوها. ثاني حاجه، كيفاش نتعاملوا مع الارنبه الحامل، يعني العشار؟ يجب ابعادها عن الذكر. يعني ما يمكنش انها هي عشار وانتم حاطينها مع الذكر وهو غادي يرغمها، لان الذكر كيكون هايج ديما، خصوصا الا كان عندكم شي ذكر فحل، يعني غادي يرغمها على التزاوج. سمو غادي يوقع ملي غادي تتزاوج مره اخرى، غادي ترمي الصغار ديالها باش، يعني هذوك الحمل الجديد هي غتساعد الحمل الجديد. منين كتبغي تساعد الحمل الجديد، لان هذيك الساعات السائل المنوي تقذف في الكرش ديالها، في البطن ديالها. سمو غادي يوقع، غادي ترمي هذوك الاجنه الاولين اللي كانوا، وغتبقاو نفس عندكم هذا المشكل، يعني نفسه فيما غادي هي تحمل غادي تلقاوها كترمي، فيما تحمل تلقاوها ترمي، وهي راه ديما عندها مشكل ديال جوج يعني عمليات ديال الحمل، الحمل الاول اللي باقي ما اكتملش، والحمل الثاني اللي هو عاد جديد. اذا حضروا راسكم من هاد القضيه هذه. ثالث حاجه، يجب ابعاد هاد الانثى هذه العشار تماما يعني الضجيج. الناس اللي دايرين يعني المحلات ديالهم قرب مثلا طاحونه ديال الزرع، ما غاديش يخدم لكم تربيه ديال الارانب بتاتا. الناس اللي خدامين مثلا حدا شي محل ديال حداد مثلا، يعني سدور، هو كيخدم ديك لامول كتخلع الارانب، وكونوا متاكدين ان ما غاديش يكونوا مزيانين. كذلك هي فيما غادي تكون حامله غادي يعني تلقى ديك المشكل ديال الازعاج، وغادي تبقى ترمي هذوك الاجنه، وفي كل ما تحمل غادي تبقى ترميهم. اذا وكذلك الصغار، يعني وليدات الصغار ملي كيكونوا كيفرحوا مع الارانب هكا، فرحانين بداك الشكل ديالهم، وهذه ملي كيبقى يزعجوهم، ممكن ان واحد الوليد صغيور ولا بنيه تشد شي عصيه وتبقى تزعج هذيك الانثى. كذلك هذيك خصنا نبعدوا عليهم الصغار باش ما يديروش هذا الخطا هذا. كذلك القضيه ديال شحال من واحد هضر لي على واش ممكن اننا ننقلوا الانثى العشار من مكان الى اخر.
كنا متأكدين إن نقلتوها من 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 مكان إلى مكان كترمي، هذه مباشرة، هذه بتجربة. ممكن أنكم غير في نفس الكاج يعني حولتوها من بلاصة مثلا من هذا البيت الولادة البيت الولادة آخر، ممكن أنها ترمي حراك عادي إلى يعني حرقتها من دار لدار، يعني من دار لدار أو من منزل لمنزل، يعني من مكان لمكان. كنا متأكدين أن الأرنبة كتكلف، ما كتبقاش في الوعي ديالها وكتخاف، سمو كدير مباشرة كترمي هذوك الأجنة أي ما كانوا، يعني وخا غير في عمر ديال السيمانة كترميهم، مثلا قريبة تولد كترميهم، يعني ما مشيت تشريو شي أرنبة حامل من السوق وتقول له غادي نجيبوها غتولد عندنا، قليل فين كتكون الأرنبة يعني كتشجع وكتولد في مكان آخر. يعني حاولوا من هذه النقطة هي تردوا بالكم. حاجة أخرى وهي الأخيرة، المربي خص يكون ذكي، ملي تشوف الأرنبة حامل وعشار ضروري أنك تجهز لها بيت الولادة، ماشي تخليها هكاك وتقول بلي راه غادي تولد في أي بلاصة، لا، هي بلاصة اللي تدخل فيها وتولد، جهز لها يعني إما بحال هذا المكان هذا اللي راني داير هادو، إما قرعة، إما شي حاجة كرتونة، المهم أي حاجة تكون مجهزها لها من قبل أنها تدخل وتولد في هذاك المكان ديال ديال ديالها المخصص للولادة. إذا كنظن أنني شرحت جميع النقط اللي ممكن أنكم اللي ممكن يخطروا على البال. كنتمنى نكون خفيف على القلوب ديالكم، كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بزر جيم باش تدعمونا نزيدوا القدام، ونبقاو نصيفطوا لكم مواضيع مثل هذه المواضيع المفيدة إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.